عقد وزير التعليم الفني والمهني اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة وعدد من الجهات لمناقشة الجوانب المتعلقة بإنشاء كلية تقنية للدراسات العليا في أمانة العاصمة معنية بالتعليم الفني والمهني، بعد أن أقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي عبر تشكيل لجان مختلفة تعمل على إعداد اللوائح والأنظمة التنظيمية والمناهج التعليمية الخاصة بها. كنا نعاني مشكلة أن الذين يتخرجون من المعاهد من التعليم الفني لا يجدون أحيانا سوق عمل، فإحنا الآن استصدرنا قرار من المجلس الأعلى للتعليم العالي بإنشاء كلية تقنية تستوعب كل مخرجات التعليم، وبعنا في إجراءات المباني موجودة والتجهيزات موجودة أيضا، وهذا طبعا بالتعاون مع الأخوان الكوريين. إن شاء الله نحن اليوم اجتمعت اللجنة الإشرافية العليا واتخذت إجراءاتها، ويوم السبت سوف نصدر قرار بتشكيل اللجنة العليا ومهامها، كما اليوم اتفقنا على تشكيل اللجان الفرعية التي ستقوم بمهامها وفقا لبرامج زمنية محددة. هذه الكلية لها أهمية كبيرة جدا، حيث أنها ستتعافك لمخرجات المعاهد والكليات لكي يواصلوا دراسة البكالوريوس التطبيقي ثم إلى الدراسة العليا. نريد ان نثبت المسار الثنائي للتعليم في اليمن، المسار الاكاديمي النظري والمسار التطبيقي التقني.